محمد عيد هاشمي رئيس جماعه استفاضه ما. اولا كنشكر المنابر الاعلاميه يعني جميع الاصناف ديالها اللي جات شاركتنا اليوم في هذا المهرجان، المهرجان الاول في النسخه ديال مهرجان استفاضه ما تيركزان استفاضه ما. يعني الشجاعه والمروءه ديال رجال ونساء جماعه استفاضه ما، هذا هو المضمون ديال هذا المهرجان. النسخه الاولى اولا من اجل التعريف بالمورد الثقافي والسياحي اللي كتعرف المنطقه، ثانيا هو اعطاء فرصه لبعض الجمعيات المبتدئه والتعاونيات والصناع التقليديين المبتدئين داخل الجماعه ولا المحيط ديال الجماعه، يعني باش اولا نكتسبوا الخبره في نفس الوقت باش نحسنوا المعيشه ونحسنوا المردود والمدخول ديالهم. المهرجان هذا اليوم الاول وفيه فقرات فنيه، فقرات رياضيه، وفقرات ديال التكريم ديال حفل التمييز اللي غادي ان شاء الله من خلاله غادي نعاود نشجعوا هذيك الفئات ديال التلاميذ والطلاب ديال ابناء المنطقه باش نعاود نحفزوهم من اجل يعني من اجل باش يمكن يستمروا في الدراسه ديالهم، في نفس الوقت يعرفوا بان راه كاين واحد الشريحه ديال لا المنتخبين ولا المسؤولين اللي كيهتموا بهم يعني باش يتفقوا في المستوى الدراسي ديالهم. واليوم كيف قلت راه اليوم هو اليوم الافتتاحي، وان شاء الله راه كاينه فقرات وكاينه مفاجات داخل هذا المهرجان. ومره اخرى كنشكر جميع الناس اللي ساهموا في هذا البرنامج، خصوصا المنابر الاعلاميه اللي عانت باش توصلنا في هذه المناطق هذه ان شاء الله. ونتمنى تكون دوره ناجحه وتكون دورات يعني ان شاء الله اللي تكون احسن من هذه الدوره. والحمد لله راه الحضور كيعبر على النجاح ديال الدوره، وشكرا.